أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج موصليات. وهذه الحلقة ستكون عن حديقة الشهداء. من منا لم يمر بها؟ من منا لم يدرس فيها؟ من منا لم يتنسم أريج أزهارها الجميلة؟ مدينة حديقة الشهداء معلم مهم من معالم مدينة الموصل، تعرضت للإهمال، تعرضت للغلق، تعرضت للضرر الكبير، لكننا سنعيدها إلى سابق عهدها. حديقة الشهداء لنا فيها ذكريات، لا أعتقد أن أحدا في الموصل ممن عاش في الأربعينات والخمسينات والستينات وما بعدها لا يعرف حديقة الشهداء. ولحديقة الشهداء قصة سأرويها لكم، وأقول أن هذه الحديقة كانت في العهد العثماني، أو لنقل في أواخر العهد العثماني، كانت ساحة للتدريب العسكري وللاستعراضات العسكرية وللمسابقات المدرسية، كانت ساحة تجاور ما كان يسمى آنذاك القشلة، القشلة العسكرية والقشلة المدنية. والقشلة العسكرية هي التي تجاور المستشفى العسكري ودار المحافظ في وقتنا الحاضر. كانت ولاية الموصل في العهد العثماني تدار من القشلة، وكان هناك قشلتان، القشلة العسكرية والقشلة المدنية. وتتسع هذه الساحة لتضم في يومنا الحاضر البلدية، دائرة البلدية، ونادي الضباط، وعمارة الأحمدية، والمتحف الحضاري، ثم بعد ذلك بناية المحاكم. كانت ساحة فسيحة، وقد بدأ والي الموصل محمد إنجا بيرخدار سنة 1834 بتشجير هذه المنطقة. ومحمد إنجا بيرخدار هو الوالي الذي أنهى حكم الجليليين في الموصل، والذي استمر منذ سنة 1726 إلى سنة 1834. هذه الساحة تحولت في عهد الاحتلال البريطاني للموصل، والذي تم في مطلع تشرين الثاني سنة 1918، تحولت إلى حديقة، سميت باسم وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت، وهو ليوبولد إمري، كانت تسمى حديقة إمري. والمنطقة المجاورة لها والساحة المقابلة لها أصبحت تسمى بميدان فانشو أو ساحة فانشو، وفانشو هو الجنرال القائد العسكري البريطاني الذي كان يقود القوات العسكرية البريطانية التي احتلت الموصل. في العهد الملكي وبعد أن تأسست الدولة العراقية الحديثة 1921، متصرفو الموصل اهتموا كثيرا بهذه الحديقة وسيجوها، وكان من أهم من اهتم بها من رؤساء البلديات خير الدين العمري، الذي تولى رئاسة البلدية، بلدية الموصل، بين سنتي 1932-1949. وكان لهذه الحديقة 6 أبواب، وكان فيها مصاطب جميلة وممرات لطيفة جدا، وكان الناس يزورون هذه الحديقة، وكما قلنا أن لها 6 أبواب.
وفي تقريبا في السبعينات جعل فيها مقر للمتحف التاريخ الطبيعي الذي كان تابعا لجامعة الموصل. هذه الحديقة تطور الاهتمام بها في سنة 1923، سقطت إحدى الطائرات في حركات برجان الأولى واستشهد قائد الطائرة، وكان اسمه آنذاك ناطق الطائي، ومساعده القلاص محمد عباس، ولذلك فقد ارتؤي أن يقام لهما نصب في هذه الحديقة. ومنذ ذلك الوقت أصبح يطلق عليها اسم حديقة الشهداء، ولا يزال النصب موجودا حتى يومنا هذا. وعندما توفي رئيس البلدية، رئيس بلدية الموصل خير الدين العمري، وكانت له أيادي بيضاء على هذه المدينة من حيث الاهتمام بها والاهتمام بالحديقة والاهتمام بالشوارع والساحات، نرى أن القرار اتخذ بأن يدفن في هذه الحديقة ويقام له نصب كذلك فيها. الشاعر الموصلي الكبير الدكتور ذنون الأطرقشي أرخى لهذه الحديقة في قصيدة جميلة يقول فيها: مفتوحة للعابرين والجيران، لطالبي المتعة والنزهة، والمتعبون يستريحون على المصاطب الحمراء يحلمون، والكهول ينثرون ذكرياتهم في أخريات الضوء، والحدائقيون يشذبون ما طال من الثيل والآس، ويزرعون شتلات جديدة تسر العابرين، والمتعبون يرمقونها ويبتسمون، أبوابها الستة مفتوحة للناس، فوق مصاطبها يشمسون، يرقبون يقظة الورود من نداها، للفصول المبطنات للهواء ينقل العبير والغبار، والتلاميذ يروحون يجيئون، ساعة للدرس ساعتين للهو والورود، سياجها الطويل لم تكن له نهاية، كدجلة الطويل كانت تسع الدنيا. نعم، كانت حديقة الشهداء تسع الدنيا. ومما يجب أن نذكره أيضا أن هذه الحديقة كانت مكانا للاحتفال سنويا بعيد تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني من كل عام. كان يقام هناك احتفال كبير رسمي وشعبي، وتوضع الزهور على ضريح الشهيدين وكذلك على نصب الشهداء. مما يجب أن أقوله في هذا الصدد أن أي مسؤول وطوال هذه السنوات السبعين الماضية لم يستطع أن يبني حديقة كحديقة الشهداء. في الموصل حديقتان، حديقة الشهداء وحديقة الشعب، ولم نرى أي مسؤول أنشأ وأسس حديقة ثالثة تتناسب وحجم وأهمية هذه الحديقة الجميلة. كانت حديقة الشهداء رمزا للموصل، أبهة وفرحا ونظافة، كانت من أجمل حدائق العراق، هكذا قال القاص أنور عبد العزيز. كانت حديقة الشهداء ليست حديقة فحسب،
بل كانت ذكرى، كانت معلما، كانت محطة من محطات تاريخنا، تاريخ الموصل، أم الربيعين. وإلى لقاء.